ممكن تبقى مندسه، وممكن يكون هو واضح انه عايز يتوجه، وما فيش شباب صغير عايز يتوجه. يعني 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 خلي بالك الالتراس دول جزء من النادي الاهلي، الالتراس دول هم من ضمن الناس اللي اصلا عملت طفره في التشجيع. طبعا طبعا، يعني انت النهارده يعني زمان كان التشجيع فيه نوع من الـ 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 يعني مونوتونس كده، مش دلوقتي دول عملوا شكل سيستم كده. يعني النهارده لو من غير الالتراس فعلا بتلاقي ان التشجيع بيتاثر. فما فيش شك ان هم احنا لا نرفض التجاوزات طبعا، وهم مقتنعين بكده واقروا كده. في غلط حصل غلط، لابد ان احنا ننسى موضوع الغلط. تحرك الدخله دي مش عايز اقول لحك، انا يعني مش معقوله بصراحه. انا الحقيقه شوف بيعملوا الكلام ده، عايز اقول لك يعني عشان تعمل حاجه زي دي شوف المشقه، وبيقعد بثلاث ايام ما ينامش، كل ده عشان مجرد ثواني عشان خاطر يعني يظهروا حبهم للنادي الاهلي. فطبعا هم جزء من جمهور النادي الاهلي العظيم، اللي هو اصلا انا بعتبره اهم حاجه، وهو السند بعد ربنا سبحانه وتعالى لينا، سواء اداره سواء كوره او هاندبول او باسكت او يعني هو كل النادي الاهلي عموما. هو ده النادي الاهلي، دوله من خلال دوله يا جماعه. النادي الاهلي النهارده لما تيجي نقول 50 ولا 60 مليون بيشجعوا النادي الاهلي وبيحبوا النادي الاهلي، النادي الاهلي ده من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى، او من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها سبب انها بترسم البسمه على 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 شفاه الشعب المصري يعني. فطبعا النادي الاهلي ده كيان عظيم، وربنا يخليه لنا، لان احنا يعني احنا النادي الاهلي ده بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا يعني. باشمهندس خالد مرتجي، قبل ما اسيب موضوع الجمعيه العموميه برضه، كنت سعيد ان كان في معارضه المره دي وكان عددها لا باس به، وكان في شد وجذب وكلام، يعني كنت سعيد بدي ولا كنت قلقان وخايف ومتخوف؟ اطلاقا. بص يا محمد، انت تبقى قلقان وخايف لو انت حاسس انك بتعمل حاجه غلط، لكن مرحبا بالمعارضه اللي هي بتيجي تقول لك انت مقصر في كده، لان الكمال لله سبحانه وتعالى ونعم بالله طبعا. واحنا عارفين كلنا ان في تقصير في بعض الخدمات، في تقصير في 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 الناشئين في 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 الرياضه. استاذ عامر فاروق كان معايا على الهواء هنا قبل الجمعيه العموميه بكام يوم، وطالع على الهواء وفي قناه النادي الاهلي، وطالع هناك تفصيل في تقصير في النشاط الرياضي. ما فيش، بس ادونا ثلاث شهور عشان نعدل الامور. يعني الكمال لله سبحانه وتعالى ونعم بالله. لكن وما ينفعش منظومه زي النادي الاهلي ما يبقاش في تقصير في حاجات وفي ايجابيات في حاجات. وهل بداتوا في ما فيش شك بداتوا؟ طبعا. واحنا مرحبا يعني مرحبا بالمعارضه، المعارضه على راسنا. ما هو مين اللي جابنا؟ الجمعيه العموميه فيها معارضه وفيها ناس معاك وفيها ناس بتجيبك وبرضه بتعارضك، مش عيب. يعني في ناس بتديني صوتي صوتها ليا، لكن بتيجي تقول لي انت ماشي غلط في الحته دي، عايزين نحسن كده، مرحبا بكده. اهلا وسهلا. طول ما هي معارضه محترمه، وطول ما هي معارضه بناءه وليس فيها تجريح وليس فيها تشكيك في زمم، يبقى احنا ما فيش مشاكل. لكن لما نيجي بقى نشكك في زمم على باطل، هي دي المشكله. بس مهندس خالد مرتجي، كابن من ابناء النادي الاهلي، وطبعا معروف تاريخك وتاريخ والد حضرتك طبعا سيادة الفريق والعيله كلها، عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. لما بتسمع او بتشوف او الهجوم الشديد اللاذع من الكابتن مصطفى يونس على النادي الاهلي، بيكون رده فعلك ايه؟ يعني بص، مصطفى يعني من الناس اللي انا يعني ما طلعت على النادي الاهلي شفته بيلعب كوره. يعني مصطفى يمكن كان من الناس اللي اتربينا في وسطهم، يعني احنا لما كنا صغيرين، وكان سواء مصطفى الخطيب كابتن حسن، احنا اتربينا كانوا الناس دي موجوده شايلين النادي الاهلي. يمكن انا يعني احنا دايما بنقول النادي الاهلي لو في مشاكل المفروض انها تتحل جوه النادي الاهلي. دي ميزتكم طول عمر النادي، طول مجال يعني عمر مجالس يعني ادارات يعني النادي الاهلي في حق. ما فيش شك ان 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 كابتن مصطفى يونس ابن من ابناء النادي الاهلي، يعني ابينا ام رضينا هو ابن، وابن من الناس اللي كان ليها دور في النادي الاهلي. لكن انا يمكن الحاجه اللي بعتبها ان ناس ساعات بتاخد الحاجه الاعلاميه، النهارده كابتن مصطفى يونس رجل اعلامي، فكنت اتمنى ان كابتن مصطفى يونس لو عنده مشكله، لو عنده اي حاجه، يجي يناقشها جوه النادي الاهلي. ما يبقاش انا عشان رجل اعلامي، لانك انت اتربيت في وسط الناس دي. هو مين الكابتن بتاعك؟ مش حسن حمدي؟ والخطيب ده احنا مش كنتوا قاعدين مع بعض في نفس الاوضه؟ انا النهارده مصطفى، انا مصطفى حبيبي يعني، مصطفى يعني بغض النظر ده رجل يعني انا يعني كنت بهلله ما كنت بتفرج عليه. يعني انا لا انسى مثلا ماتش 7-1 كانوا لسه صغيرين تحت، وانا كنت لسه صغير،
كانت تحت 17 او تحت 16 مش فاكر، كان ماتش الاهلي والزمالك، واول جون كان جابه مصطفى يونس ورقص الفرقه من 18 ل 18. يعني انا بقول ايه، لولاد النادي الاهلي المفروض لو عندهم اي حاجه بدل ما نعملها في الاعلام نخش البيت ده بيتك، يعني انت النهارده ما تخش تقول انا وجهه نظري كذا 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 وتتناقش، بدل ما يتناقش فيها على الفضائيات على مسمع ومرأة الملايين. انا بعتبر ان ده يمكن خانوا التوفيق فيها، لكن طبعا ما فيش شك ان الكابتن مصطفى يونس فهو، ويمكن انا اقول لك حاجه يمكن برضو دي يمكن اول مره تسمعها، الجمعيه العموميه اللي فاتت في ناس قالت على مصطفى يونس والكابتن حسن قال ما رضاش يتكلم في الموضوع ده، ابن من ابناء النادي الاهلي، ولو كابتن حسن كان له يعني حاجه يعني كان ممكن يقول، يعني في ناس قالت على الناقد الاستاذ محمود معروف وقالوا مصطفى يونس، كابتن حسن قال ما ينفعش مصطفى يونس ده ابن من ابناء النادي الاهلي، فيعني لو هو كان له زي ما تقول كان جواه حاجه ولا حاجه كان خلاص دي الجمعيه العموميه اللي بتقول كده، لكن ده ابن من ابناء النادي الاهلي، ده اتربى جوه جدران النادي الاهلي. فانا كل اللي بقوله يعني اتمنى ان اولاد النادي الاهلي اللي هم اتربوا من جدران وعارفين مبادئ وعارفين قيم النادي الاهلي ما ينفعش انها تنتقد بهذا الاسلوب الجارح. يعني النهارده احنا في حاجات كنا بنسمع بيتكلموا في, 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 في كلام ما ينفعش يتقال، يعني ما ينفعش يتقال النهارده ان كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب ما بيحبوش النادي الاهلي وبيحبوا نفسهم. انا بعتبر ان ده يمكن خانوا التوفيق في اللفظ، ما ينفعش. يعني الناس دي زي ما كابتن مصطفى يونس بيحب النادي الاهلي وانا متاكد وعلى يقين وبحب النادي الاهلي، الناس دي بتحب النادي الاهلي قوي برضه من خلال اللي احنا بنشوفه منهم يعني اكيد. فلكن طبعا مصطفى طبعا من ولاد النادي الاهلي، واتمنى ان هو يعني وانا متاكد النادي الاهلي هيفتح له بيت، يعني يفتح له زي ما تقول زراعه لو جه واتكلم مع سواء مع اي حد. كابتن مصطفى يونس يعني كان لسه كنت فرح بنته قريب، يعني من الناس اللي اتعزمت في الفرح، لان مصطفى ده عشره عمر، يعني مش يوم وليله. مصطفى تاريخ النادي من الناس اللي ليها بصمه على بس النادي. اسمح لي ان انا بس اتكلم معاك في نقطه بخصوص هذا الموضوع، لان الموضوع ده بيهم جمهور النادي الاهلي جدا. كابتن مصطفى بيتكلم على وقائع وعلى ارقام وعلى ملايين وعلى حاجات والكلام ده كله، ليه ما حدش بيطلع في مجلس الاداره يرد على الكلام ده؟ الكلام ده غلط، الكلام ده صح؟ ما في ابراهيم منسي وكابتن عادل القيعي يرد يعني طبعا انا بتكلم طبعا انا اعتز بهذا البرنامج. أنا بصراحه يعني يمكن انا بتكلم وعندي زي ما تقول بيسموها مراره. ما ينفعش اتكلم او ادافع عن حد بيهاجم يعني ابن ابناء الاهلي بيهاجموا النادي بهذا الاسلوب، يعني عارف مش مبسوط حتى انا بتكلم في الموضوع ده، مش مبسوط خلاص انا مش مبسوط، وانا احب انك تبقى دايما مبسوط. نتكلم موقف الاهلي المالي كويس طبعا، يعني الحمد لله ربنا كرمنا مثلا بالمناقصه والمزايده بتاعت التيشيرت يعني النهارده جايب لنا فوق ال 160 مليون لما تيجي تحسبها مظبوط في 3 سنين. طبعا انت بتتكلم في حاجه و70 مليون في 3 سنين، الثلاث سنين اللي فات، النهارده 100 اولموست 160 مليون، فده يدل ان احنا الحمد لله النادي الاهلي بخير. احنا مشكلتنا في السيوله وليست في الموقف. يعني احنا الحمد لله موقفنا كويس. الموقف المالي بالنسبه للميزانيه دي يمكن كان المشكله، الميزانيه دي انا بعتبر ان السنه دي سنه شهيده فعلا، او انت عندك ثوره حوالي 6 اشهر. ففعلا السنه دي سنه شهيده، لان للاسف في مخصصات اتعملت من سنين سابقه من 2004 ل 2009. الدكتور احمد شوقي اللي هو الاوديتور بتاعنا او اللي هو مراقب الحسابات كان متزمت جدا، هو عايز يخلص كل حاجه او معظم الحاجات في السنه دي، فيمكن عشان كده السنه دي تحملت ما لا طاقه لها، فعشان كده حصل لكن العكس. لكن عموما انتوا مش قلقانين على الموقف المالي النادي؟ لا لا خالص. النادي ما عندوش ازمه، ممكن ازمه سيوله لكن ليست ازمه ماليه. بالظبط، يعني مثلا من ضمن الحاجات الاساسيه موضوع البث التلفزيوني ده، النهارده ما يبقى ليك فلوس بره مش عارف تجيب فلوس، مش عارف تجيب فلوسك، ما دي برضه مشكله قصة. يعني قصه كبيره. لكن كريل يعني كازمه سيوله، ازمه سيوله في ازمه سيوله، لكن ازمه لكن ماليه، لكن ازمه ماليه لا. الاهلي مركزه المالي قوي جدا جدا جدا، وان شاء الله باذن الله لما نعمل برضه شركه الاهلي باذن الله لكرة القدم اللي هي المفروض
في الطريق برضه دي ان شاء الله هتنمي الموارد كويس ان شاء الله باذن الله. يا ليسي انا كريم الشاعر اهلاوي وبعشق برشلونه الساحر وبقول لجمهور الزمالك شكلك جميل وحاجه تفرح. انا لا موضوع التليفون ده في الكنترول ده محمد سمير. شوف احنا لسه مع بص خلينا برضو نتكلم مفيش حاجه اسمها توأمه. يعني الزياره اللي عملتوها لا دي في حاجه اسمها كوبريشن او تعاون مفيش شك ان احنا على اتصال بيهم وهم على اتصال بينا دائم. خدنا منهم بعض الخبرات المحترمه جدا اللي احنا في مجال الاداره. اول حاجه مجال الميجا ستور اللي ابتدت تنتشر دلوقتي ما شاء الله شركه الاهلي بتاعه او شركه اللي هي السوكر يونايتد اللي هي المحلات دي كانت من اساسيه لان دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتدر مورد للنادي الاهلي او داخل النادي الاهلي فدي كانت من ضمن الحاجات. بس ما شاء الله شغاله كويس ما شاء الله زي الفل يعني ما شاء الله دلوقتي مهندسين مدينه نصر ودلوقتي في المعادي ولا وان شاء الله الخطه انها يعني باذن الله على اخر السنه هتلاقي اكتر من حاجه. ده كمان الباشمهندس عادل قال التفكير كمان في الدول العربيه بالظبط كده اللي يعني داخلين على القصه دي وبنفكر فيها وبنشتغل فيها بقوه. فما فيش شك ان بص حضرتك برضو وجود النادي الاهلي في لجنه الانديه ما هو جت العلاقه منين؟ من خلال رومينيجي. ما هو رومينيجي زميلي في لجنه الانديه وكانت هي دي العلاقه اللي خلتنا ان احنا نعمل الكوبريشن دي. ولعلم حضرتك مانشستر يونايتد برضه كانوا عايزين يعملوا معانا كوبريشن. المشكله النهارده في الكوبريشن او يعني الناس بتسميها توأمه ان الاساس في المواضيع دي بيبقى السبونسر بتاع التيشيرت. فاحنا اديداس وبايرن ميونخ اديداس. للاسف احنا اديداس ومانشستر يونايتد نايكي. فصعب ان احنا يبقى في تعب فلابد هي دي احنا مثلا برضو اديداس وبرشلونه نايكي. فعمليا مش سهل ان احنا نعمل. فلكن كبايرن ميونخ الحقيقه وراجل اتصل بيا على طول يعني راجل مدير العلاقات الخارجيه اتصل بيا على طول واقول لك مثلا يمكن محدش يعرف كم كان نفسه ان احنا نعمل معاه ماتش في يناير في قطر وعايز يعمل معانا ماتش. طب وماله اهلا وسهلا. لكن المشكله ان قطر ما فيش وقت واحنا اصلا كمان ما حدش عارف كان الدوري امتى. ما انت النهارده الدوري بعد بكره ولسه مطلع الجدول مش عارف. يعني ما انت عندك برضه انت عندك الحقيقه اسلوب الاداره كره القدم في مصر هي حاجه تهلك من الضحك عالمي. يا ريت يا استاذ محمد تسال الكابتن خالد عن الاستاد والفرع الجديد والبطاقه الموسميه. البطاقه الموسميه خلصت والمفروض ان اي حد يروح ياخدها. جميل. احنا برضو مشكله بتاعت البطاقه الموسميه وبطاقه النادي كان عندنا مشكله صغيره ان احنا عقد الشركه الراعيه قبل كده فودافون كان لا كان بيخلص مع نهايه الموسم نهايه الكاس. وانت اوريدي ما كنتش عارف الكاس هيتلعب ولا لا غير كده انت الكاس خلص متاخر. فعشان كده ما كنتش قادر تحط وعي احنا اتفقنا مع راعي تاني من خلال وكاله الاهرام بالظبط. فالنهارده مش قادر تطبع على الكارنيه سواء السيزون تيكت او على بتاع الراعي. فكنت منتظر عشان كده هي اتاخرت. يمكن كان في بعض الشكاوي من ضمن الحاجات اللي قابلناها في الجامعه العموميه حته الكارنيه. فدي كانت المشكله الاساسيه في موضوع الكارنيه ان احنا ما كناش لسه مستقرين على الراعي وكان الراعي القديم شغال لغايه نهايه الكاس. هو احنا باشمهندس خالد ممكن يعني ربنا سبحانه وتعالى ادانا عمر نشوف استاد الاهلي. ان شاء الله باذن الله. استاد الاهلي من ضمن الحاجات الخطه يمكن احنا في مناقصتين داخلين شغالين اول مناقصه يعني حاليا شغالين في مناقصه وهي مدير المشروع بتاع النادي الاهلي 6 اكتوبر اللي هو من خلاله استاد الاهلي. ودي في اكتر من اكبر شركات عالميه زي ترنر وبيكتل واكتر من شركه عالميه هم اللي هياخدوا اداره المشروع. خلي بالك العالم كله النهارده في المشاريع الكبيره دي بيجيبوا شركات تدير المشروع بالظبط لانك انت مش بتبقى شركه تبع المالك بتدير المشروع. ومن ضمن الحاجات بتاعتها هي موضوع هي اللي بقى توضع السبيسيفيكيشن توضع الكميات والمواصفات وكل حاجه بتاعت الاماكن التخطيط بتاع النادي تخطيط الاستاد. يعني مثلا النهارده الاستاد لما تيجي تعمله لابد انك انت تعمله بفكر استثماري طبعاً. زي ما بتشوف مثلا استاد بايرن ميونخ في اليانس مثلا استاد رهيب وكله اماكن بتاعت سبونسرز يبقى البوكسز مثلا بتاعت سبونسرز بزنس لازم بزنس مش مجرد استاد خرسانه تطلع وخلاص. لا الرياضه خلاص ما بقتش النهارده الرياضه سلعه النهارده الرياضه بقت مش حته ممارسه وكلام من ده بقت قصه. وكره القدم بالذات يعني مثلا انا كنت لسه بتكلم مع رئيس رابطه الانديه وكان مدير نادي برشلونه. انا كنت لسه راجع من برشلونه كان عندي مؤتمر فبيقول لي يا خالد
الريسيشن او ال 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 يعني الاقتصاد في العالم كله في ريسيشن، في نوع من الانحدار جامد جدا الا كره القدم. يعني انت النهارده اسعار اللعيبه بتزيد ما بتقلش. كره القدم السبونسرز اللي بيخشوا يشيل، يعني مثلا اقول لك حاجه، نادي الاهلي نادي الاهلي النهارده كنت ب 87 مليون او 78 مليون، النهارده 150 مليون تقريبا و 160 مليون. تمام. بالرغم ان في حاله من الركود، الركود غير طبيعي، غير طبيعي. الرياضه حاجه ثانيه، الكوره كره القدم بالذات الحاجه الوحيده اللي لم يصابها الركود على مستوى العالم. يعني احنا ممكن خلال قد ايه كده نشوف قريب ان شاء الله، لانك انت النهارده يعني بداتوا تحفروا. لازم حضرتك شركه الاهلي لكره القدم اللي هي لابد ان تفعل عشان نقدر نشارك في دوري المحترفين، من ضمن اصولها هيبقى الاستاد، اصولها من ضمن الاصول نفسها في استاد. ف ف ف يعني ده ان شاء الله باذن الله، يعني يبقى ان شاء الله على في القريب العاجل باذن الله يعني.